مثلا عندما تشوف مصلحة يعني النساء والتوليد يعني من سنة 2014 يعني وعدها عراقيل يعني ما لا ما ماهيش عراقيل يعني كبيرة، وعندما تصورها هي متحف. ما تنساش في مستشفى مصطفى باشا مصلحة مثلا النساء والتوليد تحتوي على 140 سرير، يعني 140 سرير انك تغلقها لمده لاكثر مثلا من 7 سنوات 8 سنوات اي شيء كثير وشيء مؤسف. الحمد لله يعني الامور يعني تمشي بجديه، مثلا عندنا تقريبا اكثر من 9 مصالح ولا 10 مصالح يعني التهيئه تاعهم يعني بشيء كلي، يعني الميزانيات تاعها يعني الدوله وفرتهم الانطلاقه يعني انطلقنا فيهم، ان شاء الله راح يكونوا قبل نهايه السنه هذه يعني يكونوا واجدين أو بداية السنة الموالية. الحمد لله يعني الناس يعني سواء من إطارات يعني رؤساء مصالح تلقى يعني عندهم الجدية، عندهم القابلية، حابين يعني يروحوا بالبحث العلمي، حابين يعني يقدموا شيء الكثير للبلد.